نستنى شهر الخير عشان نشتغل فوانيس كل سنة، لأنه شهر رمضان شهر خير والإقبال على الفوانيس بشكل كبير. فإحنا بنعد لرمضان قبل بأشهر، تمام؟ وعشان نلبي احتياجات الزباين، وشهر الخير كمان دخل مادي، يعني بدر علينا دخل مادي، صناعة الفوانيس بدر علينا دخل مادي بشكل كبير يعني، الحمد لله. احنا في اليوم بننتج من فانوسين لثلاثة، طبعا لانه احنا بس احنا تنتين يعني اللي قاعدين نشتغل، وهذا كله طبعا شغل يده وبياخد وقت ومجهود. مخدات، مفارش، فوانيس، معلقات للحوائط، باب البيت، ممكن فوانيس صغيرة هيك للأطفال بأسمائهم، برضو تعتبر هدايا مميزة.